ام اللي هي ماده الجراحه بالجي اي تراكت سيرجري، جراحه الجهاز الهضمي. نحكي عن البنكرياس كانسر، هو سرطان البنكرياس. سرطانات البنكرياس هي تمثل سكند موست كومن جي اي تراكت مالجنسي افتر كولوركتال كانسر، فهذه المعلومه مهمه جدا في موضوع الابيديميولوجي. وات از ذا ريسك فاكتور فور بنكرياس كانسر بشكل عام؟ في عندنا الميل سكس اللي هو ميل عند الميل اولد ايج ميل هم ريسك فاكتور، عارفين سموكينج يمثل موست كومن ريسك فاكتور وموست كومن كوز، هاي فات اند لو فايبر دايت هذا نون ريسك فاكتور فور بنكرياس كانسر، الكحول اتس ريسك فاكتور فور بنكرياس كانسر، اوبزيتي از ريسك فاكتور، دي ام نركز على الدي ام انه ريسك فاكتور فور بنكرياس كانسر. كرونيك بنكرياتاتس حكينا معظم الالتهابات المزمنه للاعضاء هي ريسك فاكتور لسرطاناتها. كرونيك بنكرياتاتس ركز يا ابو مره في الامتحان انه اكيوت بنكرياتاتس، الالتهابات الحاده مستحيل تكون ريسك فاكتور للكانسر بشكل عام. بارشال جاستريكتومي اند كوليسيستوكتومي هم ريسك فاكتور فور بنكرياس كانسر، ركز هنا انه استئصال المعده الجزئي او كوليسيستوكتومي وليس الجول بلادر ستون. الجول بلادر ستون جول بلادر ستون هو نون ريسك فاكتور فور كولنجوكارسينوما اللي هي بيلياري تراكت كانسر اند جول بلادر كانسر وليس للبنكرياس كانسر، فهاي ركزوا عليها بتيجي كثير في الامتحانات الجول بلادر ستون انها نوت ريسك فاكتور. كيميكال كيميكال اللي هو كارسينوجين، مين الكارسينوجين اللي لهم علاقه في البنكرياس كانسر؟ في عنده البيتا ثلاماين، البيتا ثلاماين هو عباره عن مادة حافظة للملابس او لهذا، وفي البنزيدين هي من المواد من الكربوهيدرات مواد نفطية مشتقات نفطية، في ان الافريكان ديسنت اللي بلاك عندهم الريسك اعلى. نوت ملاحظة دي ام از ا ريسك فاكتور اند اتس ا كومبليكيشن اوف بنكرياس كانسر، بنكرياس دكت الادينوكارسينوما يعني سرطان الدكت اوف ذا، لانه هسه البنكرياس راح ناخذ تقسمه الى انواع السرطان تبعات البنكرياس. في سرطان بيكون افكت اللي بيطلع من الدكت نسميه دكتل دكتل ادينوكارسينوما، في سرطانات تطلع من الـ من الـ من الاندوكراين سيل اللي هي من الايلت سيل اوف ذا لينجر هانز. الموست كومنلي البنكرياس كانسر بيطلع من الدكت من الدكت دكتل ادينوكارسينوما. البنكرياتيك دكتل ادينوكارسينوما من الكومبليكيشن له بيعمل لنا دي ام، بيعمل ديابيتس ميليتس اللي هو سكندري ديابيتس ميليتس، والدي ام هو ريسك فاكتور اولسو، فهنا ما نخربط بهاي النقطه. الجول بلادر ستون اتس نوت ريسك فاكتور فور بنكرياس كانسر، اما الكوليسيستوكتومي بريفيس كوليسيستوكتومي اور بريفيس partial gastrectomy هم risk factor for pancreas cancer. sign and symptoms شو sign and symptoms؟ بيعتمد على المكان اللي هو على مكان خروج السرطان. نركز هنا في البنكرياس، هاي البنكرياس له أجزاء، في عنا هاي المنطقة نسميها إحنا التيل، هاي نسميها البادي، هاي نسميها الهيد of the pancreas. السرطان يمكن يطلع من الهيد يمكن يطلع من البادي أو التيل. البادي والتيل في البنكرياس هو 30% من الحالات والهيد بيطلع 70%. شو ميزة الهيد of the pancreas؟ إنه في عنا هذا شو نسميه إحنا، نسميه common bile duct، هذا بنسميه احنا سيستيك داكت، هذا بنسميه سيستيك داكت، هذا بنسميه احنا كومن هيباتيك داكت، كومن هيباتيك داكت، كومن هيباتيك داكت. هسه شو ميزه الهيد اوف بنكرياس؟ انه ورا هذا الهيد اوف بنكرياس في عندنا الكومن بايل داكت بيصب في الدودنم، فلما يطلع عندي ورم هي ورم طالع من الهيد اوف بنكرياس راح يضغط على هذا الكومن بايل داكت ويصير عندي ابستركتيف جوندس، هذا بتكون بينلس ابستركتيف جوندس وبصير عندي انا كورفوزير ساين. هذا الشيء مهم جدا لابد ان نعرفه. هسه الاورام البنكرياس يمكن تطلع من الاكسوكراين بارت من الدكت، والدكت يمكن يكون في الهيد في الهيد بارت اوف ذا بنكرياس او في البادي او التيل، ويمكن الورم يطلع من خلايا منتشره في حوالين الدكت. هاي الخلايا بتكون ايلت سيل اوف ذا لينجر هانز، بيتا سيل، الفا سيل، اند دلتا سيل او اند في اي بي سيل اند جي سيل، هذول هم الانواع الاورام تبعت البنكرياس. نحكي عن الهيد اوف ذا بنكرياس كانسر اللي هو موست كومن 70% من الحالات. في عندي بينلس ابستركتيف جوندس، بينلس ابستركتيف جوندس هذا most common presentation بيجي most common بيجو بينلس obstructive jaundice. most common cause of painless obstructive jaundice is in old age male is هو عبارة عن pancreas cancer. corvosier sign هو عبارة عن palpable non-tender distended gallbladder بيجي مع pancreas cancer، بيجي مع gallbladder cancer، بيجي مع cholangiocarcinoma، بيجي مع duodenal cancer، ولكن most common cause the corvosier sign من ناحية malignancy هو pancreas cancer، لأنه البنكرياس كانسر سكند موست كومن كانسر بعد الكولوركتال. وهيت لوس فقدان في الوزن بسموها كشكتيا اللي هو يعني هزلان جدا، هبوط في الوزن شديد جدا. ترسو ساين شو ترزيوس ساين؟ ترزيوس ساين عبارة عن سبونتينوس مايغراتوري ثروبوفليبايتس اللي هو التهاب في الأوردة السطحية المهاجر، بيكون بنتقل من مكان لمكان، هذا دليل انه الخلايا السرطانية او الانسجة السرطانية بتنتج برودكت وبروتينز هايبر كوغول، بتعمل هايبر كوغولابيليتي يعني بتزيد من التجلطات، بتزيد من حدوث الجلطات،
فبصير المريض عنده بسبب هاي المواد هايبر كوجوبيليتي وبصير عندي مايجراتوري ثرومبوفلبايتس. في عندنا فيج كونستانت ايبيجاستريك بين، هذا الفيج كونستانت ايبيجاستريك بين نقدر نحكي عنه اللي هو هذا الايبيجاستريك بين موست ايرلي، نحكي عنه موست ايرلي سيمبتوم اوف بنكرياس كانسر، ولكنه مش كثير سبيسيفيك، اللي هو موست ايرلي سيمبتوم اللي هو فيج كونستانت ايبيجاستريك بين، ولكنه نوت سبيسيفيك، هو ايرلي وليس نوت سبيسيفيك. نيجي لها هاي اذا كانت في الهيد اوف ذا بنكرياس، لاحظ الشيء المميز بهاي النقطه بالهيد اوف ذا بنكرياس اللي هو البينس اوبستركتيف جوندس. اذا كانت في البادي او بالتيل، البادي والتيل بعيده جدا، بعيده نوعا ما عن الكومن بالداك، لذلك ما بتعمل لنا كثير الاوبستركتيف جوندس. بتجينا ليت، بتجي غالبا يوجوالي بتكون ان اوبرابل لانها بتجي ليت، لانها ويت لوس اند فيج ايبيجاستريك بين، هذول الاعراض اللي بيجيها. بينس اوبستركتيف جوندس باقل من 10% فقط بيجي بصدن دي ام، صدن دي ام ديفلوبمنت اللي هي هايبرجلايسيميا. نركز انه الدي ام كان ريسك فاكتور، هي الدي ام اتس ا كومبليكيشن او اتس ا يعني برزنتيشن بيجوا فيها المرضى. دياجنوز هون نركز بالنقطه هاي انه كل انواع السرطانات شو بتعمل، بتعمل هايبوغلايسيميا ما عدا سرطان واحد هو سرطان البنكرياس. البنكرياس كانسر او الدكتال كارسينوما اللي هو بيطلع من البادي وبيطلع من التيل بيعمل لنا هايبرجلايسيميا، على العكس من كل السرطانات، لان كانسر، ليفر كانسر، برين كانسر، بون كانسر، بروستات، كلهم بيعملوا هايبوغلايسيميا بشكل عام. Diagnosis, how to diagnose ALB, alkaline phosphatase and bilirubin راح يكونوا عاليات ALB and bilirubin. دلائل حدوث الobstructive jaundice اللي هو ALB والbilirubin. CA19-9 اللي هو عبارة عن the tumor marker, it's the most useful tumor marker for follow-up of treatment or for follow-up of metastatic tumor. CT scan of the abdomen هي the best for diagnosis and or for localization of the tumor. من ناحية الهيستولوجي الورم يمكن يكون طالع من الإكزوكراين بارت، الإكزوكراين بارت يعني من الدكت، من البنكرياتيك دكت، هذا 75-80% من الحالات. يمكن يكون من الايلت سيل اوف ذا لانجر هانز اللي هم اندوكراين تيومر، اللي هم هذا ولا الاورام هاي راح تفرز هرمونات لو كونها اندوكراين، نسبتها 20-25% من الحالات. الاكزوكراين تيومر فينا دكتال ادينو كارسينوما، هذا الموست كومن دكتال ادينو كارسينوما. هنا في عندنا العلاج له هذا الدكتال ادينو كارسينوما، سيرجري هو البيست اكيد اذا كان ريزكتبل، نسبه انه يكون ريزكتبل فقط 20% من الحالات، معظم الحالات هي نان ريزكتبل 80%. شو اذا كان في الهيد اوف ذا بنكرياس بنعمل عمليه اسمها ويبل بروسيجر، عمليه كبيره جدا بالجي اي سيرجري. اذا كان في البادي والتيل بنعمل فقط ديستال بنكرياتكتومي. اذا كان نون ريزكتبل 80% باليتيف كيمو ريدي ثيرابي راح نعطيه للمريض. اذا طب الاندوكراين تيومر هم عده انواع هسه راح نناقشهم. في عندنا تيومر بيطلع من البيتا سيل وهو الموست كومن طبعا انسولينوما بنسميه، في تيومر بيطلع من الالفا سيل بنسميه جلوكاجونوما، في تيومر بيطلع من الجي سيل بنسميه جاسترينوما، في تيومر بيطلع من الفازو اكتيف ستان بيبتايد سيلز هذا بنسميه او بي بي سيل بسموه فايبوما، وفي من الدلتا سيل بسموه اللي هو من الدلتا سيل بنسميه سوماتوستاتينوما. البروجنوزس بشكل عام للادينوكارسينوما، للدكتال ادينوكارسينوما، البروجنوزس للدكتال ادينوكارسينوما هون بقصد بروجنوزس للدكتال يعني للاكزوكراين، دكتال ادينوكارسينوما، دكتال ادينوكارسينوما للدكتال ادينوكارسينوما للاكزوكراين يوجوالي بور فور دكتال ادينوكارسينوما اتس يوجوالي بور، هي مكتوب. الاندوكراين بنكرياس تيومر هم ايلس سيل تيومر، في عندنا الانسولينوما، الانسولينوما تمثل موست كومن ايلس سيل تيومر او موست كومن اندوكراين بنكرياس تيومر، هو بيتا سيل تيومر سكريتنج طبعا ايش انسولين، 90% هم بيكونوا بيناين، 10% بيكونوا مالجنانت، اذا هم موست كومن يوجوالي بيناين سكريتنج انسولين، لذلك بيعملوا لنا هايبوغلايسيميا. موست كومن بنكرياس اندوكراين تيومر اوفر اول هم 10% اسوسييتد وذ مين 1 سندروم، 10% بيجي معهم مين 1 سندروم. ساين اند سيمبتوم بيجوا بويبلس ترياد، ركز شو هم الويبلس ترياد، سيمبتوماتيك فاستنج هايبوغلايسيميا اللي راح يكون الجلوكوز ليفل في الدم في الفاستنج لو والمريض عنده سيمبتومز. ما هي السيمبتومز؟ سيمبتومز هايبوغلايسيميا خدناهم في الباطني، بالبيتيشن خفقان اللي هي سيمبتيك ستيموليشن، بالبيتيشن سويتي بسبب ارتفاع الادرينالين، سويتي انكريز هارت ريت تاكارديا، هايبرتنشن، كونفيوجن اند سيجر، وهذول السيجر والكونفيوجن بسبب قله الجلوكوز على الدماغ. البعدية الأمر الثاني في الترايولوجي تبع الويبلاس اللي هو سيرم جلوكوز يكون لو يعني أقل من 50 ملغرام بالسليتر، and لما نعطيه مجرد ما أعطينا جلوكوز ريليف أوف ذا ساين أسمتم للمريض. Diagnosis, how to diagnose، كيف بإمكاننا نعمل diagnosis؟ سيرم جلوكوز بيكون لو، سيرم فاستنج جلوكوز، فاستنج سيرم جلوكوز بيكون لو، increase high سيرم إنسولين and C-peptide. نركز هنا إنه في عنا إحنا إشي اسمه برو إنسولين، يعني البيتا سيل شو بتفرز البيتا سيل اوف ذا لينجر هانز، هذا البيتا سيل تفرز لنا البرو انسولين، البيتا سيل بتفرز البرو انسولين، بتفرز لنا هي بتفرز لنا البرو انسولين، هذا البرو انسولين، البرو انسولين بتحول بتكسر البرو انسولين الى ماذا، بتكسر الى البرو انسولين هذا بتكسر الى انسولين اند سي بيبتايد،
إلى إنسولين and سي بيبتايد، بتكسر إلى إنسولين and سي بيبتايد. سي بيبتايد هسا لذلك إذا كان عندي ورم طالع من البيتا سيل سي بيبتايد سي بيبتايد، إذا كان عندنا ورم طالع من إذا كان عندنا ورم طالع إذا كان عندنا ورم طالع من إذا كان عندنا ورم طالع أن سي بيبتايد أن سي بيبتايد بيبتايد بس إذا كان عندنا ورم طالع من البيتا سيل البرو إنسولين راح يعلى والإنسولين راح يعلى والسي بيبتايد أوصو راح يعلى. من الفرق بين هاي الحالة مع حالة إنه إنسان بأخذ إنسولين من برا اللي هي إكزوجينس إنسولين أدمنستريشن، الناس اللي بأخذوا إنسولين من برا بصير إكزوجينس أدمنستريشن إنسولين نفس الشيء رح يصير عندهم هايبوغلاسيميا ويصير عندهم أعراض الهايبوغلاسيميا. بس هنا شو الفرق، كيف بدي أفرق بيناتهم؟ عن طريق السي بيبتايد، إنه لما يأخذوا إنسولين من برا السي بيبتايد ليفل اللي بالجسم شماله رح يكون لو، لأنه إحنا جسمنا مبني على هذا المبدأ إنه إذا كان عندنا إحنا جسم شايف إنه فيه هرمونات جيته من برا الإندوجينس هرمون الهرمونات الداخلية بتصير لها إنهيبشن في البنكرياس ببطل يفرز البرو إنسولين والسي بيبتايد بقل. فهاي مهمة جدا هي موضوع السي بيبتايد، ولو حكالي شو البست تيست عشان التشخيص في السرطان في الدم نحكي له السي بيبتايد. السي تي سكان فور بيست فور تيومر لوكاليزيشن، طبعا التريتمنت واز ذا تريتمنت البيست فور تريتمنت از انوكليشن، انه نعمل قحف فقط لانه صغير جدا، هم غالبا بيكون سمول اقل من 2 سنتيمتر موستي غالبا، اذا كان اكثر من 2 سنتيمتر بامكاننا نعمل ريزكشن اوف ذا بنكرياس بارت اوف ذا بنكرياس. السوماتوستاتين هو البيست هرمون عشان نقلل الانسولين قبل ما نعمل العمليه، عشان نعمل كنترول للارتفاع الانسولين نعطي سوماتوستاتين. الجاسترينوما، الجاسترينوما هو عبارة عن most common pancreas tumor overall in من 1 هو 25% نسبته in من 1 بيجي اللي هو multiple endocrine neoplasia. هو most common pancreas tumor بيجي مع من 1، أما most common pancreas tumor endocrine هو الانسولينوما بيجي بعديه الجاسترينوما. أما لو حكالي most common pancreas tumor endocrine بيجي مع من، يعني بيجي مع من يعني فاميلي العائلي، هو بيكون الجاسترينوما. It's a G-cell tumor secreting gastrin. الجاسترين مهم جدا لإيش؟ لتحويل البيبسينوجين، لتحويل البيبسينو بيبسينو جين بيبسينو جين لايش؟ بيبسينو جين الى بيبسين الى بيبسين. عشان يتحول هذا لابد من الجسترين، فلذلك لما يكون عندي جسترين كثير المعادله بتزيد، فبصير حمض المعده بزيد، فبصير عندهم هايبر اسيديتي بتكون واضحه جدا، وبصير عندهم اعراض متعلقه بالهايبر اسيديتي. اسم السندروم هذا زرينجل اسم سندروم، 50% بيكون بينان 50% بيكون مالجنت، على العكس من انسولوما كان 90% بينان و10% فقط مالجنت. مالتيبل بيكون مالتي فوكال في عده مناطق جوا البنكرياس. السايت موست كومن سايت يمكن يطلع فيه البنكرياس الجاسترينوما، بيجي بعديه يمكن يطلع فيه الكومن بايل داكت، يمكن يطلع فيه الدودنم، ويمكن يطلع فيه الاستومك، يمكن يطلع فيه الاستومك. هاي المناطق اللي يمكن يطلع فيها الجاسترينوما، وين يمكن تطلع الجاسترينوما بشكل عام. المقصود بالحكي انه الجي سيل مش فقط موجوده في البنكرياس، الجي سيل موجوده في البنكرياس ولكن كميه وجودها في البنكرياس كميه قليله، موجوده بكميات اكثر طبعا في الاستومك وموجوده في الدودنم. فاحتمالية هذا الورم ممكن يطلع في البنكرياس، ممكن يطلع في الدودنة، ممكن يطلع في الاستومك بشكل عام. لو حكينا وين أكثر منطقة بطلع فيها بنحكي البنكرياس. المناطق اللي بطلع فيها الورم هذا بنسميه إحنا جاسترونوما تريانجل. هذا 90% من الجاسترونوما بطلع ضمن الجاسترونوما تريانجل. شو هسه مكونات الجاسترونوما تريانجل؟ هو عبارة عن تريانجل between the junction of the cystic duct and common bile duct, junction of the cystic duct and common bile duct, and a junction between the head of the pancreas and neck of the pancreas هاي المنطقة, and junction between the second and third part of the duodenum اللي هي D2 and D3. هذا المثلث المتكون بيناتهم most common site بطلع فيه الجاسترينوما, سموه اللي هو جاسترينوما تريانجل. سألوا عنه بالامتحانات في امتحان اللي هو سواء البورد الأردني للجراحة أو سواء في امتحان اللي هو الامتياز الأردني مادة الجراحة. الساينس سمتم, شو الساينس سمتم بيجوا فيها اللي هو زرينجل إلسن سندروم؟ بيجوا بأتيبيكال بيبتيك ألسر ديزيز. ليش بيبتيك ألسر ديزيز؟ لأنه حمض المعدة راح يزداد بشكل عالي جدا، راح تؤدي إلى أتيبيكال بيبتيك ألسر ديزيز. راح يكون عندنا مالتيبل ألسر, راح يكون عندنا راح يكونوا أتيبيكال سايتس, راح يكونوا مش وحدة مالتيبل. أول شيء هذا مهم جدا إنهم مالتيبل, إنهم بيكونوا مالتيبل, إنهم راح يكونوا مالتيبل. ثاني شيء راح يكونوا أتيبيكال سايت مش بمكان معين, تيبيكال سايت للجاستريك ألسر اللي هو إنسيزورا إنجولاريس, ولا تيبيكال سايت للدودنال ألسر اللي هي D1. هيكون in the atypical site, حتى يمكن يكونوا في الاسوفيجاس, في الاسوفيجاس او حتى بالجوجنم والإيليم. No response for antacid, ما بيستجيبوا للانتياسيد, يعني refractory associated with diarrhea, بيجي معهم diarrhea and recurrent, شو ما نعالجهم بيظلوا يرجعوا and recurrent, يعني refractory للعلاج. diagnosis سرم جسترين, اذا كان اكثر من 1000 بيكوغرام بير ميل هي diagnostic. طب اذا كان اقل من ذلك, if تسرم جسترين اكثر من 200
اكثر من 200 فهي سجستف، يعني بتخلينا نميل الى انه عندنا قصر نومه. شو بدنا نعمل بهاي الحالات؟ نعمل سكريتين ستيموليشن تيست. السكريتين ستيموليشن تيست هو الجولد ستاندرد بهاي الحالات. الاصل لما نعطي احنا السكريتين، السكريتين هو عباره عن هرمون يفرز من الدؤدنم. شو وظيفته السكريتين؟ بيعمل زياده في افراز هرمونات البنكرياس، وبيعمل انهبيشن للجسترين افرازه من المعده. فاحنا لما نعطي السكريتين الاصل يصير انهبيشن للجسترين، الجسترين ليفل يقل. فاذا اعطينا احنا عملنا السكريتين ولقينا انه الجسترين ضله عالي، فهذا 100% هو جسترينوما. بنقدر نحكي عنه السكريتين ستيموليشن تيست هو الجولد ستاندرد فور دياجنوز رينجر ايلسون سيندروم. سي تي سكان از ذا بيست فور تيومر لوكاليزيشن. طبعا حكينا منطقه وجوده راح نلاقيها هيها في الترينجل اللي سميناها احنا اللي هي جسترينوما ترينجل. التريتمنت واز ذا تريتمنت، اذا كان اقل من 2 سم العلاج هو انوكليشن بس قحف انه سمول. اذا كان لارج لازم نعمل ريزكشن عشان نقلل الجسترين. قبل ما نعمل العمليه بنعطي سوماتوستاتين. السوماتوستاتين من اهميته ومن وظيفته انه بيقلل اول جي اي هرمونز بشكل عام. نيجي للجلوكاجونوما. الجلوكاجونوما هو الفا سيل تيومر سكريتنج جلوكاجون، لذلك بيعمل لنا هايبرجلايسيميا وبيعمل لنا دي ام. لاحظ انه الجلوكاجونوما هو عكس الانسولينوما. الانسولينوما كان يعمل لنا هايبرجلايسيميا، الجلوكاجونوما بيعمل هايبرجلايسيميا. موستلي دي ار مالجنانت، هم مالجنانت معظم الاحيان بيكونوا 90% هم مالجنانت، على العكس من الانسولينوما كانوا 90% هم بيناين و10% فقط مالجنانت. الجلوكاجونوما العكس، لاحظ انه 90% دي ار مالجنانت و10% فقط بيناين. most common site له في الديستال بنكرياس، في ديستال بنكرياس يعني في التيل اوف ذا بنكرياس. ساين اند سيمبتوم هو سكندري دي ام، راح يجوا بستوماتايتس اللي هو التهاب الميكوزا تبعت الماوث، في الماوث في الفم. درماتايتس بيكون عندنا درماتايتس اللي هو درماتايتس هذا راح يكون على فتحات الجسم، على يعني على الماوث، على الانجل اوف ذا ماوث، عند النوز، على الامبلايكس حوالين الانوس. بيكون عندنا اللي هو ديرماتايتس، هذا ديرماتايتس او التهاب الجلد اللي خاص بالجلوكوجونوما بنسميه احنا اللي هو نيكروتايزنج مايجراتوري اريثيما. نيكروتايزنج مايجراتوري اريثيما هاي النيكروتايزنج مايجراتوري اريثيما از فيري تيبيكال فور جلوكوجونوما، اللي هي عباره عن راح يكون عندي تقشر نيكروزس لانه بالجلد. مايجراتوري يعني مهاجر بينتقل من منطقه لمنطقه، اريثيما مع احمرار. بتكون غالبا عند فتحات الجسم زي النوز، نيزل زي النوز، منطقه النوز، منطقه الماوث، منطقه الانوس، منطقة الامبلايكس، غالبا بتكون هاي المناطق. الفاستنج سيرم جلوكاجون ليفل هذا فور دياجنوز بنستخدمه. التريتمنت سوماتوستاتين فور عشان اقلل الجلوكاجون، لانه حكينا السوماتوستاتين مخصص انه بيقلل اول الجي اي هرمونز، لذلك باي ارتفاع في الهرمونات في الجي اي تراك بنستخدم فيه السوماتوستاتين قبل ما نعمل العمليه. اكيد البيست للتيومر انه نعمل له ريزكشن طبعا. والراش بنعطي زنك، بنعطي امينو اسيد، بنعطي فاتي اسيد يمكن يساعدنا في الراش. في عندي رير تيومر للبنكرياس اسمه بازو active intestinal peptide secreting tumor اسمه فيبوما، فيبوما او اسمه فيرنر موريسون سيندروم. هذا الفيرنر موريسون سيندروم is very rare. It's a PIB secreting tumor. It's mostly malignant. معظم الاحيان it's malignant. Mostly distal distal of the pancreas. اعراضه بتكون WDHA. WDHA syndrome بنسميه. شو WDHA syndrome؟ اللي هو W watery، دي عبارة عن دياريا، يعني watery دياريا بتكون rice like. رايس لايك وين بنلاقي احنا رايس لايك دياريا غير اللي هو التيومر اللي هو الفيبوما؟ بنلاقيه في الفيبوما بموضوعنا هنا، وبنلاقيه بالفيبوما، بنلاقيه بالفيبوما، وبنلاقيه في الكوليرا. اخذناه في الكوليرا في الباطن لما اخذنا الانفكشن، بنلاقيه بالكوليرا، في الكوليرا، وبنلاقيه بالارزينيك بويزنينج كوليرا، وبنلاقيه اولسو في الارزينيك بويزنينج، في الهيفي ميتال بويزنينج اللي هو ارزينيك بويزنينج. ارزينيك بويزنينج بنلاقيه اولسو الرايس لايك دياريا. دي اذا دياريا، الاتش عباره عن هايبوكاليميا اللي عبارة عن إيكلورهيدريا يعني قلة الأسيال. ديجنوزس هاو تو الويت، شو بصير في الويت في المريض اللي عنده دياريا؟ أكيد رح يكون عنده ويت لوس. إذا الوزن هنا الويت لوس، أنا عن الويت، الويت رح يكون عندي ويت لوس أكيد، ويت لوس. ديجنوزس هاو تو، على العكس من الإنسولينوما، الإنسولينوما لو بدي أرجع عليها، الإنسولينوما بصير عندهم ويت جين. ليش؟ لأن الإنسولين إس أنابوليك هرمون، بزيد من دخول الجلوكوز على الأنسجة وبصير عندي لايبوجينيزس. لذلك الساين أسمتم هنا بيكون عندنا ويت جين، ويت جين، الوزن هنا بزيد، الوزن بزيد في الانسولينوما، على العكس من الجلوكاجونوما بيكون الوزن بالعكس. الجلوكاجونوما بسبب لانه راح يكون عندنا اللي هو انسولين ريزيستنس، فبالعكس راح يكون عنده ويت لوس. هون راح يكون عندنا ويت لوس، اللي هو الجلوكاجونوما راح يكون عندنا ويت لوس، وحالات بحالات الفيبوما اوسو ويت لوس. دياجنوزس بشكل عام في عندنا سرم في اي بي ليفر راح يكون فيري هاي، سي تي سكان اولسو راح يكون فور لوكاليزيشن اوف ذا تيومر. تريتمنت عشان اقلل البي اي بي بنعطي سوماتوستاتين، التيومر اتسلف نعمل له احنا ريزكشن.
آخر اندوكراني تيومر اوف بنكرياس اللي هو سوماتوستاتينوما، اتس دلتا سيل تيومر سكريتنج سوماتوستاتين، اتس فيري رير تيومر بشكل عام، اتس موستلي مالجنانت، موستلي ان ذا هيد اوف ذا بنكرياس بيكون موقعه. الساين اند سيمبتوم قله الانسولين راح تعمل لنا سكندري دي ام، فراح يعمل لنا سكندري دي ام بسبب قله الانسولين، لان السوماتوستاتين مضاد للانسولين، فالسوماتوستاتين راح هو مضاد للانسولين، فالانسولين مش راح يشتغل، راح يصير لنا انسولين ريزيستنس، هذا الانسولين ريزيستنس راح تشابه اللي هو الدي ام تايب 2 او نسميه سكندري دي ام. الانسولين مضاد للجسترين، راح يقلل الجسترين، راح يصير عندي هايبوكلورهيدريا والاسيال، حموضة المعده راح تقل، الكوليستوكاينين اللي بيطلع من الدودنم من ال 12 كمان راح يقل، راح يعدي الى جول بلدر ستون ويعمل لنا استياتوريا. جاب مره في امتحان جراحه ما هو الاندوكراين تيومر اوف البنكرياس اللي بيعمل جول بلدر ستون، الاندوكراين تيومر اللي بيعمل جول بلدر ستون هو السوماتوستاتينوما، لانه بيعمل انهبيشن للكوليستوكاينين، لما نعمل انهبيشن للكوليستوكاينين راح انقباض الجول بلدر، ما في يكون عندنا انقباض الجول بلدر، راح يكون عندي جول بلدر ستون، راح يتكون عندنا جول بلدر ستون ويصير عندنا استياتوريا اللي هو براز دهني. الدياجنوزس فاستنج سوماتوستاتين ليفر راح يكون فيري هاي، التيومر اتسيلف فور لوكاليزيشن اوف ذا تيومر نعمل سيت سكان، ابدومين سيت سكان. التريتمنت بشكل عام سيرجري، سيرجيكال ريزكشن از ذا بيست طبعا، زائد الكوليستوكتومي، هون لابد ان نعمل كوليستوكتومي. السوماتوستاتين فور وات احنا بنعطي السوماتوستاتين؟ بنعطي السوماتوستاتين من برا عشان الليفل اوف السوماتوستاتين اللي بيطلع من التيومر انه يقل، وهل له افكت؟ يس له افكت على هذا. هيك بشكل عام ان انتهينا من البنكرياس، سواء البنكرياس كانسر اللي هو سواء الدكتل ادينوكارسينوما او سواء الاندوكراين تيومر. اتمنى ان تكونوا استفدتم، ان شاء الله راح نتقابل محاضرات قادمه باذن الله.